عبارات جميلة عن الطموح. ابدأ صغيرا، فكر كبيرا، لا تقلق على أشياء كثيرة في نفس الوقت. ابدأ بالأشياء البسيطة أولا، ثم تقدم إلى الأشياء الأكثر تعقيدا. سر الرضا الالتفات للموجود وغض الطرف عن المفقود، وسر الطموح البحث عن المفقود مع حمد الله على الموجود. الطموح هو الذي يقض مضجعك لتعمل وتفكر وتكدح ويطرد من جفنيك النوم. والرضا هو تلك النسائم الجميلة التي تهب على قلبك لتخبره أن هنيئا لك ما أنت فيه مهما كان. إن الزعم بأن طموحات الإنسان وأحلامه هي أكبر من قدراته إنما هو وهم، فغالبا ما يكون الطموح أعظم من جرأة صاحبه وأكبر من إرادة الفعل لديه. أصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف وغايات، أما الآخرون فيكتفون بالأحلام. والقناعة لا تعارض الطموح، القناعة هي حدود الممكن للطموح.